معلش في ربع دقيقة كده ركزوا معايا. لما حكم واحد اسمه عبد الرحمن ابن أبي عامر، كان جايب عيلته سموهم حكم العامرية أو العامريين. اللي يعرف التاريخ عن العامريين دول يشعر أنهم بالحرف بالكربونة هم جماعة الإخوان المسلمين. من يقرأ في تاريخ الأندلس سيعلم أن الإخوان المسلمين، ودوروا ورايا في الكلام ده، كانوا هم سبب سقوط الأندلس. أه والله.